ورجعنا وياكم أعزائنا المشاهدين لتكملة بقية فقراتنا وبقية الأشياء اللي بحضر لكم إياها. واليوم مع فقرة مميزة مثل كل أسبوع ومثل بين يوم ويوم اللي هي فقرة الكاريكاتير. حياك الله جواد. يا صباح الخير. الله يحييك. صباح الخيرات. صباح الخير. كنت عم بغش أنتوا عم تحضروا وأنا عم برسم. ها يعني امورك ماشي. هي متحمس للموضوع. اي انا مود الوقت يعني لا الرسمة تحتاج تفاصيل. اكيد حقك. ايش عندنا اليوم؟ انت بتعرف الاخبار يعني على خلاف اخبار الفن اخبار السياسه كثير حاميه اليومين. على اخبار وعلى على كوميديا سوداء اكثر من اخبار الفن واكثر من اي مسرح. يعني حتى الكوميديين ما عاد لهم شغل. تكفي تتفرج على الاخبار لتضحك وتبكي بنفس الوقت. صحيح. فهذا الموضوع اللي شادين الانتخابات القريبه كل الدنيا عم مشغول فيها. تغيرت المصالح وقامت الدويرات فوق بعض الشخصيات قامت صدق يعني تبين في مصالح. يعني يا ستات انت بتستغرب انه يعني قديش عندهم جرأه. ما بعرف اذا جرأه ولا هي وقاحه انه في الدغري هالسياسي يقلب 180 درجه. تمام. او يعني في تصرفات مش اذا حكيت رح يعرف عن شو عم نحكي. ما بدي اعرف. مع هالفكره هي على بالي احكي يا محمد. ايش ظالمني يعني؟ يعني بعض الاحيان حتى بيناتنا للاسف انه نقول الاراء السياسيه يعني بيناتنا احنا كزملاء كاصدقاء نظل مختلفين. لا شك كل من إلى توجهات طبعا وكل من إلى آراء وكل من إلى أفكار. محمد أنت فكرة أنه لما عم يصير حدا عم يقود أي بلد. نعم. أي محافظة أي حي حتى على صعيد البلديات هذا هم عام. يعني الاختلاف السياسي ما بيعني أنه تبرر الآخر اللي عم يصدر له يساند هذا الفاسد. أكيد. أو هذا على الأقل أصلاً فاشل. بالعكس المفروض الشخص الفاسد الحزب نفسه اللي طالع من عنده انه هو يحاسبه. صحيح. انه هو يقيل اللي عنده يسيء له. صحيح. في حال انه يعني ولو انه برنامجنا هو برنامج مفروض اجتماعي اقتصادي ولكن يعني معلش على الصبح خلي طبعا خلينا نروج العالم شوي. اليوم صارت السياسه تدخل بكل تفاصيل حياتنا. يعني بلقمه خبزنا هي لها علاقه بالسياسه. يعني انت لما تلاقي في اداره سياسيه نزيهه او فعلا قلبها على البلد. عم بحكي عن اي بلد مو شرط تكون العراق او سوريا او هيك. انت هاي الاداره السياسيه ما هن عم يحطوا وزير الثقافه وهون عم يحطوا وزير الشؤون الاجتماعيه والعمل هن. نعم. المدراء العامين تبع دور اليتامى ودور السينما يعني بكل مناحي حياتها عم يتدخل الموضوع هذا. نعم. صحيح. فحسب توزع الكتل السياسي المفروض انه يمشي الحال. تمام. عم تصير انتخابات عم تطلع فئات معينه عم تقود البلد خلال هاي الفترتين اربع سنين مثلا. الفكره انه انه هالانتخابات بس عم تصير وعم نرجع نكرر نفس الاسماء. شو متوقع يعني عم تتوقع يطلع نتيجه جديده؟ ما رح اشكك بنزاهته مع انه في الاف المصايب اللي مخبين عن بعض بدليل كل ما يتخالفوا جهتين حزبيتين او كتلتين بالبرلمان عندنا ملفات. طب اثنيناتهم عندهم ملفات على بعض بس ما بيطالعوها بيخافوا من بعض. تمام. انا بكره هذا الشخص اللي بيقول انا عندي ملف ما بيطالعه. تمام. يعني هذا متستر بعد. طبعا هذا الا عن من هذاك عن جد. طالما عندك ملف طالما فعلا عندك انت ليش عم تخبي؟ انت شغلتك طبعا متاجر انت شغلتك طالعه تكشف الفساد تكشف الملف. فلما انا من حتى من بالازمه السوريه هيك بتلاقي واحد عندي براهين وعندي اثباتات حتى على صعيد الازمه اللي صارت بالبلدان العربية بالخليج العربي انه عندي ملف. طيب ورجونا الملفات. هذا عم يقول عندي ملفات هذا عندي ملفات هذا يقول عندي براهين ورجونا اياه. فجأة بتلاقي هذا اللي كان عم يطبل ويزمر ليل نهار لفلان جهة بعد يعني خطابين تلاقي قلب اعلاميين فنانين مطربين ومغنيين في إن وقحة. يعني في إن وقحة لازم الناس اكو شخصيات سياسية موجودة يعني كل ست اشهر تصريح على شيء وبعده يغير. زين انت مو شنو بدك تحكي على الجهه الفلانيه؟ انت مو شنو بدك تهجم على فلان؟ زين شو هسه بدك تمدح فلان؟
بحيث دا يتناولوهم ببرامج الساخرة، البرامج النقد السياسي الساخر، يطلعوا لك ياهم يعني انت تكون انت ممكن انت يعني فاتك الموضوع، بس هالناس هاي عندها رصد قوي انه فعلا شنو هالنفاق اللي يعني اللي دا يصير مو بس بالعراق هيك، ولا بسوريا ولا بكل يعني الدول العربية كتير يعني. قول مثلا دول الغربيه امريكا واليابان يعني كل هدول مشتركين بها ثابت الجمهور الجمهور الديمقراطي ديمقراطي يعني الفكره محمد حتى لما بغير مواقفهم باتجاهنا من ناحيتنا لصالح ناس اللي صوتت لهم تمام يعني يوم ترامب كان مانع اي دوله عربيه واسلاميه يعملون فيز او لا صحيح هسه اختلفت دفعوهم شوي من هون من هون او مش امورهم يعني وعم شوف شو سوا هو على الوزير الخارجية الأمريكي هلا عقد اتفاق مع قطر بينما ترامب عقد اتفاق مع السعودية يعني هي عم يتاجروا فينا هن لما بغيروا مواقفهم لصالح الفئات اللي صوتت لهم نحن لمين نحن ما عم تغير هالموقف شو عم يصير احنا لله والله قلنا عن جد يعني هي طبعا بضل املنا بيلا انه ما بعرف يبعث له مذنب يبعث ما بعرف يعني شو بده يخلصنا من القصه هي الفكره انه انا عم اتكرر العمليه لكنه بوقاحه وبوضوح بيقول لك انا ما قلت لك في فيديو يعني هذا شو لا احيانا اكو مرض اسمه انفصام الشخصيه يصيب بعض السياسيين كل فتره يتقمص شخصيه ويهجم على فلان ويحب فلان بعد سنة سبعة أشهر ثمانية أشهر حسب تم يعني حسب حد درجات الحرارة أي حسب درجات الحرارة درجات الحرارة الجبهة أو قول أنا ما راح أشكك يعني ما راح أقول إنه هذول منزهين أوكي على الأقل فاشلين يعني إذا أخي هو نزيه وقلبه لله والزلمة وإيده نظيفة وكذا تمام كل هدول خلي ولكن فاشلين أقل شيء بعض الأحيان النزيه اللي ما يقدر يسوي شيء يكون ضرره حال الفاسد مشارك ما في نزيه بالهرم ما كنا وصلنا للحالة يعني على الأقل النزيه بعرف ملفات الناس تاني خليه يطالعون إذا كان هو فعلا هيك فكرة يا محمد إنه طالما ما رح أقول إن قلت لك يعني ما رح أقول إن هن منزهاء أو فاسدين داخل على الأقل فاشلين طالما فاشلين معناته يعني أنت عندك تمام إذا أنت عندك تمام عندك مدرسة وباص تبع المدرسة الشوفير ما رح أقول لك هو أزعر بتعرف شو عن أزعر ما أعرف إيه ما رح أقول لك أزعر ولا قانوني ولا بيهتم أقول لك هو ما بيعرف يسوق مثلي تمام على الأقل ما تسلم باص الأولاد يعني على الأقل شيء ليش احنا وين صارت عندنا جواد انه شخص سياسي يتنازل عن منصبه عيب شنو هاي عيب ما بيصير يعني بغض النظر عن الكلام عن السياسيين بغض النظر عن الكلام عن السياسيين يمكن انه نشوف شغله واحده ونحلل شغله واحده انه فعلا التغيير بالديمقراطيه ممكن وان اصبح الاجماع على قضيه موحده وراي موحد فيكون هذا الموضوع هو اسهل بكثير من الحروب بين طبعا بشكل كثير يعني. من الحروب بين ابناء الشعب الواحد اسهل بكثير في من كافه الاشياء اللي للاسف تحصل بين الحين والاخر ورسمتك اليوم جاهزه صح؟ اي طبعا مو يعني ها سفين فيها رتوش يعني فيها رتوش خلاص بنكمل تعمل شي فره ونروح فاصل غنائي من جلسات العيد اللي صارت الى مشاهدينا رجعنا ونشوف رسمه جواد اللي كانت بحاجه لرتوش فقط اليوم لا بدي اكثر من رتوش والله بس يلا ها اليوم هجوم سياسي احنا هاجمين عليه نحن بيوتنا ونحن اي والله احنا المساكين احنا الفقراء انا غلبان انت مسكين يعني شوف احنا الانتخابات ضربت انه بعض السياسيين عنده اكثر من قناع وعنده هاي حرام مو طبعا يعني اكيد لو خليت قلبت في كل مكان لو خليت قلبت فموضوع كثير من الوجوه في مثلا الشوارع الذكوريه مره يطبل ومره يعني عليك بيطبل مش شرط داخليا خارجيا لسه على اجدى لو هن ما هي فكرة هون انه هن واثقين مو بالانتخابات بالتزكيات عم يصيروا
صار حادث كتير كبير بالسنين الماضية إنه في انتخابات رشحت حدا عم حطوا حدا تاني. هاي كانت ناس العراق أو غير العراق. مرة قبل مرة هاشر شوارب ايه فتوة يعني تمام ايه ابدا يعني عندك مهرج ومره يصير مهرج ومره والفلوس يعني المصاري كمان ايام الناس بالانتخابات يعني العوامل اللي موجوده اللي تشوفها براسك كيف في خيارات ثانيه يعني نتمنى انه احنا نبتعد نبتعد عن الاشياء اللي احنا نوقع بها بكل سنه وبكل عام وفعلا الكاريكاتير سلط الضوء على الواقع المرير اللي تعيش المنطقه العربيه في الانتخابات. تمام محمد اللي بيميز شو الانتخابات انا عندي يعني بربضاتي انا السياسي بربضاتي اللي عندي اللي هو برنامج الانتخاب هل برنامج انت المفروض برنامج انتخابي في 1 2 3 4 يعني فبعدين بعد 4 سنين انا كمنت يعني انا اللي انتخبت فلان بعرف هذا الشخص نفذ هذا البرنامج او لا حاجة. تمام فكيف في كتل ما عنده برامج انتخابي في رؤساء تقدموا ل ما عنده برنامج انتخابي يا رجل يا رجل يعني اغلبيه العراقيين للاسف يخوضون المعركه الانتخابيه او الصراع الانتخابي بدون برنامج انتخابي او بدون قراءه البرنامج الانتخابي فازوا بالتزكيه فازوا بالتغذية يعني بحب الناس هو هذا تغذيه بالتغذيه مو زكاه خلينا ان شاء الله اكيد يظل مجاملين مثل ما قلت قبل شوي لو خليت قلبت وان شاء الله اكيد بالمرحلة الجاية نكون بعيدين عن المحاصصة الطائفية وبعيدين عن المشاكل السياسية ونرجع نبني البلد الناس تكون قلبة على البلد طبعا انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب حتكون انتخابات متزامنة مع بعضها ان شاء الله يكون التغيير على الصعيدين هو من التغييرات الناجحة امين يا رب الله يجعل الايام القادمة افضل من السنوات اللي راحت واني يعني دائما احط اللوم على الشعب اكثر مما على الاشخاص اللي بسكون المناصب لان انت مثل ما قلت احنا ما عندنا تقييم تمام على الاقل بهالشيء بالذات الحق على الناس هي فاهمه عم تصور طبعا اكيد ان شاء الله يا رب دوم تظل الامور عامره بوجودكم وان شاء الله دائما التغييرات تكون نحو الاحسن لذلك حنروح الى فاصل اخر اليوم شوي اريد اكثر فاصل اريد اكسر هذا الجو شوي دائما الحزين اللي احنا نحاول نجيبه انا معي يا اخي لذلك نروح احنا الى فاصل غناء ان شاء الله وراها نرجع نكمل وياكم بقيه فقراتنا.